أيضا يسأل ويقول: تذوق الطعام من قبل المرأة وغيره هل يفسد الصوم؟ وما حكم مضغ العلك للصائم؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. لا بأس بذوق الطعام بالفم ولا نعم يبتلع شيء منه، فيذوقه في فمه ويلفظه ولا يبتلع شيء من ذلك، فإن ابتلع شيئا من ذلك متعمدا فسد صيامه، أما مجرد أنه يذوقه بفمه ويلفظه فالفم له حكم الخارج وليس هو من الجوف، فلا يؤثر هذا على صيامه، كما أنه يتمضمض للوضوء والطهارة ولا يؤثر هذا على صيامه، بشرط أن يمج الماء ويلفظ الماء من فمه، كذلك ذوق الطعام يلفظه ولا يتطعم به في حلقه أو يبتلعه. والعلك يكره للصائم، العلك على نوعين، العلك الذي يتحلل ويتفتت في الفم هذا لا يجوز، لأنه يتسرب إلى الحلق ويفسد الصيام، أما العلك القوي الذي لا يتحلل ولا يتفتت في الفم ولا يذوب هذا يكره للصائم. نعم، شكر الله لكم.